السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن إزاي نعمل ترايبود للكاميرا أو حامل للكاميرا. الموضوع سهل جدا وبسيط. النهاردة طبعا 16/9/2018، عايز أقول لكم إن تكلفة الترايبود دون اللي احنا هنعمله هيتكلف بالظبط. أنا جبت ماسورة نص بوصة، هي طبعا 3 متر، وجبت 3 مسامير ب4 جنيه، وجبت سلك رباط بجنيه. يبقى الموضوع كله المواسير 30 والمسامير 4 وجنيه 1 بس لسلك الرباط، يبقى كله 35 جنيه. ودي طبعا عصيان عندي من البيت، يعني اي حاجة موجودة عندنا هنقدر نستغلها. عايز اقول انا في حتة رعيتها، ليه انا جبت الماسورة بتاعتي نص بوصة؟ علشان اقدر اركب الماسورة بتاعتي هنا زي ما انتم شايفين، تقدر تنزل وتطلع. طبعا انا بوريكم دي، لكن الاساس في الموضوع ده ان الماسورة الكبيرة دي هي اللي هتتحط على الماسورة دي او على الخشبة دي، اقدر اطلع الستاند بتاعي اخليه يقصر ويطول على حسب ما انا عايز. لكن الماسورة الصغيرة دي زي ما احنا شايفين، انا هنا قسمتها او مش قسمتها او قطعتها، بس قطع فردي من الناحية دي، و هقول لكم خطوة خطوة هنعمل ايه. بس طبعا علشان انا لسه الاستاند ما عملتوش، فمش هقدر ان انا اعمل يعني اعمل الحاجة اونلاين او زي ما انتم شايفينها على طول. اقدر اعمل جزء وارجع اوريكم وارجع اكمل. جبت عندي كل ماسورة من المرسيل اللي عندي، وعملت لها خرمين، خرم زي ما احنا شايفين هنا وخرم هنا، يعني كل ماسورة فيها خرمين. وبعد كده جبت زي ما احنا شايفين هنا، ادي ناحية من المواسير عملتها بسلك رباط من الخرم ده، وبعد كده اصبح ان انا عندي هنا خرمين، خرم هنا وهنا، هحط الماسورة التالتة وبعد كده اربطهم وارجع لكم تاني. اوكي انتظرونا. زي ما احنا شايفين خرمت الـ3 مواسير من جميع الجهات وعملتهم بسلك رباط، واصبح الستاند بتاعي بداية شكلا موجود. طبعا زي ما احنا قلنا الماسورة اللي انا جبتها وقطعتها من النص هركبها هنا. طبعا هخرمها واحاول ادخلها هنا واثبتها انها تبقى مربوطة، عشان تبقى ثابتة او مربوطة كويسة جدا. هعملها وارجع لكم اقول لكم عملتها ازاي. زي ما احنا شايفين دلوقتي الجزء اللي قدامي ده، دي الماسورة، فتحتها زي ما انتم شايفين كده عن طريق النار، فضلت اسخن عليها وادخل فيها الخشبة سنة سنة، افتح بيها لحد ما فتحت معايا وعملت مجرى زي ما احنا شايفين دلوقتي. المفروض ان انا احط دي هنا زي ما احنا شايفين. انا هعمل لها خرمين او 3 خرام، خرم 4 خرام، خرمين الاول لقدام وهخرم الماسورة دي من هنا عشان اقدر اربط فيها، وهعمل خرمين في الحتة اللي ورا هنا، وهعمل هنا خرم وخرم وابتدي اربط عشان اقدر امسكها جامد. وفي نفس الوقت انا فتحت دي علشان دي الماسورة اللي هحطها هنا اللي هتبقى عليها محور اقدر انزل الكاميرا وارفعها بالطريقة دي. هنشوفها وانتظروا. هعملها دلوقتي كده. انا ربطت الستاند بتاعي من فوق، وادي برضو الناحية التانية خرمت خرمين وربطتها. لسه ناقص عندي اركب الجزء الاخير ده هنا، واعمل له الستاند بتاعته بتاعت الموبايل، وهشوف وارجع لكم تاني. استنى شايفين ده الجزء
اللي احنا وصلنا له، جبت الماسوره الحته اللي انا كنت عاملها التانيه، قصيتها طبعا على شكل مستطيل على حسب مساحه الموبايل اللي انا احطه فيها، فتحت حته من الناحيه دي وقصادها من الناحيه التانيه، ودخلت فيها خشبه علشان لما اجي اسندها هنا اقدر الف البكره بتاعتي. تاني حاجه انا فتحت فتحه هنا، فتحت فتحه هنا قصادها الناحيه التانيه والناحيه التانيه. ليه؟ يعني انا دلوقتي لما اجي ادخل دي هنا، انا كده عملت معايا الدرج المتحرك بتاع الموبايل. يعني الموبايل بتاعي لما انا اجي الف عايز اطلعه فوق او انزل تحت، طبعا مش متمكن منها دلوقتي بس هعملها في الاخر، لما اجي الف دي كده او كده اقدر انزل مستوى الموبايل لتحت عشان اكشف الجزء اللي تحت او لا. دي كده نقطه. هعمل حاجه تانية، اللي احنا شايفينه قدامنا الجزء اللي هنا ده، لما انا جيت حطيت ده هنا المساحة كويسة، بس طبعا هي المفروض ان دي كانت ممكن تطول سنة، بس طبعا انا جبت 3 متر، وزي ما قلنا احنا قلنا على التكاليف مظبوطة. طبعا على اساس حجم الموبايل اللي بيتحط قدامنا في الدرج اللي احنا عاملينه دون، بنضطر نعمل السلك بتاعنا او بنربطه. انا مظبط السلك ده، يعني انا هدخل دي دلوقتي هنا بس بعد ما اقفل معاكم، هدخلها من هنا لتحت، والسلك ده يبقى ماسك عليها من فوق، على اساس وانا بعمل كده او بعمل كده بعمل كده او بعمل كده الماسوره دي ما تطلعش بره. هعملها وارجع لكم تاني اوريها لكم. زي ما انتم شايفين قدامي هنا، فكرت قلت حتى لو انا عندي المسافه هنا دي قصيره، ان انا لو رفعت او ربطت السلك الرباط من الجزئيه دي، معنى كده ان الموبايل مش هعرف احطه. طيب انا عندي هنا دي عامله زي الدراع اللي انا بلف بيها فوق وتحت عشان اخلي الموبايل اتجاهه زاويته فوق او تحت. طب ده كده كويس. رحت عامل ايه؟ جبت السلك عديته من الفتحه دي والفتحه الثانيه، وخليته معدي من ورا الدراع بتاعي، طبعا خشب مش هيتكسر، وبعد كده نزلت الطرفين بالجزء اللي تحت، وبعد كده ربطتهم. طبعا الحته الزياده دي انا هقصها، بس احنا ايه، طول ما احنا لسه بنشتغل، طول ما احنا لسه بنظبط واحده واحده. نيجي للجزئيه الثانيه، لقيت ان المساحه اللي موجوده عندي هنا لو انا عملت السلك ربطته من هنا لهنا تبقى في عندي مشكله. طيب اضطر ان انا هنا اعمل ايه؟ رحت جاي في المكان ده عملت فتحه او خرم، وجبت مسمار بورمه ورحت عامله، ورحت موصل من وراه السلك ونزلت الطرف بتاعه لتحت وربطته من هنا. دي مش هيبقى بالنسبه لي فيها مشكله، لانها دي مش سن ولا حاجه، اللي هي حديده ولف، فمعنى كده ان الجزئيه دي بالنسبه لي مش مضره، وهنا برضو مش مضره، بس انا الافضل ان انا اقصها عشان ما يبقاش فيها حاجه. طيب هكمل الجزء الباقي وارجع لكم تاني. وزي ما احنا شايفين يا جماعه، ده يعتبر كده الشكل النهائي. ادي حطينا هنا الموبايل، يعتبر كده خلاص ده الستاند بتاعي. الحاجه الجديده اللي انا عملتها او الاخيره، ان انا جيت في كل مكان عندي هنا في الماسوره اللي يعتبر متر، عملت خرم هنا وهنا والناحيه الثانيه، وجبت الخشبه اللي انا قلت عليها وصلتها، يبقى انا كده الستاند بتاعي اقدر اطلع الستاند وانزله. لو انا عايز افك انزل الستاند شويه، بفك المسمار ده سنه وافك هنا وافك الناحيه الثانيه، واقدر انزل الستاند بتاعي اصغر السنه ديا، وبعد كده يبقى بالنسبه لي الستاند بتاعي يبقى خلاص فليكسبل، اقدر ارفع وانزل زي ما انا عايز. نيجي للنقطه الاخيره، لان ممكن في ناس كتيره احتارت الحته دي برضو، انا عاملها ليه؟ زي ما قلنا الطراوه والنزول دي بقت حاجه ثابته، لكن انا دلوقتي لما بصور بالكاميرا عايز اعمل كده، انزل الكاميرا سنه لتحت، ارفع الكاميرا سنه لفوق او سنتين لفوق، بقت الحته دي بقت محكومه، وبقت الجهاز اللي عندي ده زي ما احنا شايفين السعر بتاعه عامل 35 جنيه مصري، زي ما قلنا النهارده 15/9/2016 او 16/9/2018، ويمكن بالريال السعودي. طبعا الماسوره دي زي ما قلنا نص بوصه 3 متر، دي ممكن في السعوديه اعتقد اخر مره لو افتكر السعر بتاعها ممكن تعمل لها 26 جنيه 26 ريال
18 ريال حاجه زي كده، مش متذكر بصراحه الساعه. يعني هي تكلفتها تكلفه بسيطه، احسن ما اروح اعملها او اجيبها وانا في السعوديه، اجيبها مثلا ب 400 500 ريال، او لو انا هنا في مصر اجيبها ب 300 جنيه، السعر بتاعها رخيص. وفي ناس بتقترح، او ممكن في اقتراح ان انا ممكن اربط الحته دي هنا وهنا وهنا عشان احدد الجوانب بتاعتي ما تتفتحش، بس انا بصراحه شايف انها كده ثابته ومفيش اي مشكله. لو في حد عنده استفسار يقوله لي، وفي نفس الوقت هستنى الاشتراكات بتاعتكم واللايك. وشكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.